في الساعة السادسة والنصف صباح الجمعة توافد قدام المحاربين الذين كانوا شاهدين على عملية الإنزال التي وقعت في 6 حزيران قبل 70 عاما. قدام محاربي قوات المشاة 29 لا يزالون يذكرون 6 حزيران وما يعنيه لهم من ذكريات أليمة ودماء شاهدوها أريقت على مرمى حجر منهم. كان ذلك قبل 70 عاما. في 6:35 بالضبط اجتاحت الموجة الأولى من قوات التدخل ألمنا عبر رمال النورماندي. أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إشارة انطلاق مراسم الاحتفال بتكريم من ضحوا بأنفسهم في سبيل الحرية، وخاصة المقاومون 87 الذين قتلوا من قبل الجستابو النازي. وكرم فرانسوا هولاند ذكرى 20,000 مدني قتلوا في نورماندي في صيف 1944. أريد التأكيد على تضامن مع ما عانى منه النورمانديون أثناء تلك المحنة وامتناني إلى ذلك المزارع الذي فتح حظيرته لإيواء من جاء إليه لاجئين، وإلى التاجر الذي فتح متجره ليزود من أتوا إليه بالمواد الغذائية، وإلى المقاول الذي فتح ورشته، وإلى الكاهن الذي فتح كنيسته فقط من أجل حماية من ركضوا فارين بعد أن هوت فوقهم قذائف قاتلة. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند توجه بعد ذلك إلى المقبرة الأمريكية بكولفيل سور مير، حيث التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما. Whenever the world makes you cynical. كان وراء تلك العمليات أناس شجعان حاربوا ببسالة. توقفوا لحظة للتفكير فيما قدمه أولئك من تضحيات. ويلسون وهاري وروك هم موجودون اليوم وقد حييناهم وصفقنا لهم. أرجوكم أنتم قدام المحاربين قفوا أو ارفعوا أيديكم لو أردتم. علينا أن نقف حاني الهامة إذا ما قدمه هؤلاء من خدمات جليلة. لقد ضحوا من أجل أن ننعم بالسلم. 9,387 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم أثناء المعركة في نورماندي دون حسبان 1,500 جندي إضافي فقدوا في الاقتتال ضد النازيين. وببايو كرم الجنود البريطانيون في كاتدرائية بايو بحضور الأمير تشارلز بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز الذي استقبل نظيره البريطاني إلى جانب الأمير تشارلز وعائلته كاملة. وقد أعد غداء لرؤساء ودول وحكومات 20 دولة في قصر بنوبل المقر الرمزي للمقاومة آنذاك، شاركت فيه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.